أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد وتبعات المشهد في صنعاء بعد الاشتباكات التي حدثت بين شركاء الانقلاب. سقط قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة بين ميليشيا الحوثي ومسلحين تابعين للرئيس المخلوع في العاصمة صنعاء. المواجهات تركزت في الحي السياسي والجهة الجنوبية من جامع الصالح في ميدان السبعين، حيث سمع عدوي إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة في منطقة الاشتباك ومحيطها. مراقبون اعتبروا ما حدث من مواجهات دليلا على ارتفاع حدة الخلافات وخروجها عن السيطرة، وهو ما قد يهدد أمن وسلامة الملايين من القاطنين في العاصمة صنعاء. لم يخلو الأمر من تبادل الاتهامات بين شريكي الانقلاب، وإن بدأ البيان الصادر عن جناح المخلوع في المؤتمر بحسب متابعين هزيلا ويعبر عن حالة الضعف التي اعترت. ولأول مرة اعترف البيان بمسؤولية صالح في تسهيل تسليم مؤسسات الدولة وإسقاطها بيد ميليشيا الحوثي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي المشهد في صنعاء؟ وما هي أسباب وتداعيات ما يحدث على مسار الصراع في اليمن؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. وكما كان متوقعا، بدأت عروة حلف الانقلاب بالتململ، وأخذت دائرة الخلافات تأخذ منحا أوسع وأعمق بعد أن ظلت لفترات طويلة متوارية أو تحت تأثير المهدئات المؤقتة، لكنها الآن وخلاف كل مرة تعدت التراشق الإعلامية والتصريحات المستفزة إلى فعل على الأرض، فعل لم يعد من السهل احتواؤه أو كتمانه، وقد سال الدم وتفجر البارود. التفاصيل تؤكد جميعها بأن النزاع هدفه التوسع في السيطرة لميليشيا الحوثي أو تضييق الحصار على المخلوع، لا فرق يبدو كبيرا أو صغيرا بين كلا الأمرين. بعد الفراغ من أداء صلاة ظهر أمس الأربعاء، انتشر مسلحو الميليشيا حول وفي المسجد المسمى اعتباطا باسم المخلوع صالح في ميدان السبعين، ثم ما لبث أن تحول الانتشار إلى صدام وإطلاق نار متبادل. توسع إطلاق النار وشمل عدة أحياء في العاصمة صنعاء، وكلها بالقرب من مساكن أعوان صالح ومقرات حزبه. هدأت الاشتباكات بعد أن سقط القتلى والجرحى من الطرفين، وإن كانت الحصيلة النهائية الدقيقة لم تتوفر لوسائل الإعلام عدا ما ورد في بيان حزب المخلوع الذي أكد أن عدد قتلاه بلغ 4 وجرحاه 6 آخرين. بعد الحادثة خرجت ميليشيا الحوثي برواية خلاصتها اللاثقة بين الطرفين. تعززت تلك اللاثقة بما وجدته من معدات وأسلحة عسكرية عثر عليها بفناء الجامع الذي يشرف على ميدان السبعين الذي سيحتضن فعالية الميليشيا التي تنوي إقامتها بالتزامن مع المولد النبوي. الميليشيا وعبر وزارة داخليتها أكدت أنها ستستمر في ملاحقة عناصر المخلوع الذين وصفتهم بالخارجين عن القانون، وإزاء ذلك ستضرب بيد من حديد. حزب المخلوع صالح حمل شركائه الحوثيين مسؤولية الأحداث وكل قطرة دم تسقط في هذا الخلاف، معتبرا أن تلك الأعمال تعد تقويضا للشراكة بينهما. وعليه يبدو بأن العقد يتجه نحو الانفراد، وهو بنظر كثيرين أمر طبيعي ونتيجة حتمية لطرفين اجتمعوا على هدم البلاد والانقلاب على شرعيته. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم. إذن أستاذ عبد الناصر، مواجهات قتلى وجرحى أيضا بين شريكي الانقلاب، كيف تقرأ المشهد في صنعاء؟ يعني المشهد في صنعاء يشهد الصراع المؤجل بين صالح والحوثي، هذا الصراع متوقع له من 2014، كون السلطة لا تنقسم على اثنين، وبالتالي الحوثيين منذ أن سيطروا على مؤسسات الدولة كان صالح والعقبة الأخيرة المتبقية لاستكمال سيطرتهم على مؤسسات الدولة وعلى المناطق التي هي الآن تحت سيطرتهم. وبالتالي هذه المعركة تأتي في هذا السياق. الفرق هنا هي قضية التوقيت،
التوقيت يبدو أن الحوثيين رأوا أن الظروف ناضجة بالنسبة لهم بأن ينقضوا على ما تبقى لصالح من مراكز قوة ونفوذ في صنعاء تحديدا، وها هم الآن يبدأون بهذه المراكز. في الأمس سيطروا على الجامع وكذلك حاصروا منزل أقاربه الذين تبقوا في صنعاء، وهم القادة العسكريين الفعليين الذين تبقوا مع صالح، وبالتالي المسألة تمشي في هذا السياق. استغلوا أيضا الحشد الضخم الذي حشدوه تحت مسمى الاحتفال بالمولد النبوي، والذي من خلاله أضافوا أعداد كبيرة وضخمة من المسلحين إلى داخل صنعاء، وكذلك حول صنعاء، حشدوا حول صنعاء ليمنعوا أي شكل من أشكال الدعم والمساندة قد تأتي لصالح من مناطق سنحان ومناطق التي تحسب على صالح. وبالتالي يبدو أن الخطة التي أعدها الحوثيون منذ فترة ها هم الآن يطبقوها. لا نعرف هل سيطبقونها كاملة أم أنهم سيختفون في هذه المرحلة بقصقصة جزء من أجنحة صالح ومن أدواته، ثم المرحلة اللاحقة يستكملون الباقي. لكن يعني في 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 سياق بيان المؤتمر جناح المخلوع تحدث على أنه في مقطع من البيان: حرصا من قيادة المؤتمر على احتواء الموقف وعلى عدم التصعيد، فقد عملت جاهدة لتفويت الفرصة وإرسال وساطة. عندما يتم الحديث عن وساطة ما بين رئيس يعني المؤتمر الشعبي العام بالنسبة للمخلوع المخلوع صالح نتحدث، وعن الحوثيين من المؤتمر، هل هناك إذن قيادات مؤتمرية لا توالي المخلوع ولا زالت موجودة بصنعاء؟ هناك الكثير من القيادات التي كانت محسوبة على المؤتمر تحولت إلى الحوثي، كما أن الحوثي هو أصبح الذي يملك السلطة، وبالتالي هؤلاء عندما انضموا لصالح انضموا له عندما كان يمتلك سلطة، عندما خرجت السلطة من يديه تحولوا إلى من يمتلكها، وهم سيتحولون إلى من يمتلكها الطرف الثالث والرابع والخامس. ولهذا جزء كبير من المؤتمر أصبحوا حوثيين أو متحوثين أو أي صفة من هذه الصفات. وربما في حال أيضا ازداد ضعف صالح سنشهد تحول جزء كبير من أنصار صالح وتحولهم إذا قبلوا بهم الحوثيين، لأنه ليس كل من سيأتي من صالح سيقبل به الحوثيين. الوساطة التي أعلن عنها هي تشير أيضا إلى حالة الضعف الذي يعتري صالح وفريقه، وهو ضعف متوقع وضعف طبيعي بالنظر إلى ما يمتلك كل طرف من قوة. الحوثيون منذ البداية هم الذي يمتلكوا السلطة الفعلية، هم من يسيطر على مؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسات القوية، مؤسسات الأمن، الجيش، المخابرات، مؤسسة المال، هم من يستحوذ على الأموال العامة تقريبا معظم إن لم يكن جميعها نقول معظمها، هم من يمتلك وسائل الإعلام الرسمية ويديرها الإدارات تبعا لأجندتهم الخاصة. وبالتالي صالح منذ البداية هو الطرف الأضعف، ولكنه حاول أن يتبجح بأنه طرف قوي، وخصومه ضخموه، خصومه في الخارج يعني بالتحديد خصومه الرئيس هادي وحزب الإصلاح ضخموا من دور صالح ومن قوته، وهو حبها أن يتبجح وأن يستعرض بأنه لديه القوة وهو الذي أدخل الحوثيين وهو سيخرجهم، بينما الحقيقة هو متورط من الحوثيين منذ البداية ولم يقدر أن يفلت من أيديهم. لو قدر أن يفلت من أيديهم كان فر وغادر صنعاء منذ فترة طويلة على عكس ما يدعيه. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ المودع. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الكاتب والباحث السياسي أستاذ دكتور عبدالله الغيلاني من مسقط. أهلا بك دكتور. مرحبا بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله دكتور. إذن كمراقب للمشهد في الإقليم بشكل عام ومتابع للأحداث، كيف يعني تقيم أو كيف ترى ما يجري في صنعاء اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعل لي قراءة مختلفة لما يجري اليوم في صنعاء بين الحوثيين مع عبد الله الصالح. أولا دعنا نقرر هنا أن هذا التحالف هو ليس تحالفا أصيلا، هو تحالف ضرورة، لأن كل من الطرفين وجد نفسه في مرحلة ما في لحظة من لحظات التاريخ في حاجة إلى الطرف الآخر، وبالتالي حدث هذا التحالف الذي هو تحالف ضرورة وليس تحالف
توافق لا فكري ولا سياسي ولا على مستوى المصالح العليا. هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الانفجار على هذا المستوى بين الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح. يا سبق يعني أن شهدت صنعاء شيئا من هذا من قبل. والملاحظ هنا أن هذه الانفجارات التي تحدث بين علي عبد الله صالح وبين الحوثيين تتزامن غالبا مع حدوث ارتخاء في أداء التحالف العسكري، أي أنه كلما حدث هناك تراجع وارتخاء على الجبهة العسكرية انفجرت مثل هذه الأزمات بين الحليفين. ولكن أقول في هذه المرحلة لا زالت الحاجة حاجة كل من الطرفين للآخر قائمة، وبالتالي أنا أستبعد أن ينفك يعني هذا التحالف. ما يجري اليوم هو عمل تكتيكي، صدامات تكتيكية وليست صدامات استراتيجية على مستوى واسع. وهذه الصدامات التكتيكية جرت العادة أنه يمكن يعني احتواؤها. لا شك أن الحوثيين هم الطرف المهيمن على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني، هم المهيمنون الآن على شمال اليمن. ولكن في المقابل لا يمكن الاستهانة بعلي عبد الله صالح ليس كشخص وإنما ككيان، فلا زال الرجل يتمتع بقوة عسكرية وقوة سياسية وقوة مالية. الآن مشكلة علي عبد الله صالح أنه صار عاريا، صار هكذا في الفضاء، ليس له حليف، ليس له داعم إقليمي، وبالتالي فهو يعتمد اعتمادا كليا على قوته الذاتية، ولكنه لا زال يمثل رقما صعبا في المعادلة، في معادلة السلطة في الشمال. وبالتالي يعني استبعد تماما أن يقدم الحوثيين على التخلص من علي عبد الله صالح، هذا فضلا عن أن إدارة المشهد في إطاره الاستراتيجي ليست في صنعاء وإنما في طهران، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تغامر اليوم بإعطاء الضوء الأخضر للحوثيين للتخلص من علي عبد الله صالح وحتى تعجيبه. لماذا؟ لأن ذلك ربما يقود، لأن ذلك ربما يفضي إلى تصدع الجبهة اليمنية وهي من الجبهات الساخنة بالنسبة للمشروع الإقليمي الإيراني. يعني هي أحد الجبهات، صحيح قد لا تكون هي الجبهة الأكثر أهمية وليست هي الجبهة المركزية في يعني المشروع الإقليمي الإيراني، ولكنها واحدة من الجبهات التي يمكن أن تستخدم إيران كورقة للتفاوض سواء مع اللاعب الدولي الولايات المتحدة أو مع اللاعبين الإقليميين المملكة العربية السعودية وحلفائها. وبالتالي أستبعد أن تعطي إيران ضوءا أخضرا لحلفائها في صنعاء بأن يقدموا على هكذا خطوة استراتيجية تفضي إلى التخلص من علي عبد الله صالح، لأن ذلك سوف يفضي قطعا إلى تصدع الجبهة الداخلية اليمنية، وهذا يضعف المشروع الإيراني على المستوى الإقليمي. خلاصة القول أن هذه يعني خلافات على مستوى سياسي، وبالتالي يعبر عنها على هذا النحو من الاقتتال، يعني يدفع أتلاف هذا الخلاف السياسي على مستوى القمة، يدفع أتلاف هؤلاء البسطاء الذين تراق دمائهم في يعني ساحات صنعاء. ولكن في المجمل أنا أتصور أن كل من الطرفين سوف يلجأ قسرا مكرها وليس مختارا إلى احتواء هذا الخلاف. على كل حال هذا الخلاف أيضا يخدم يعني جملة من الأجندات. أولا هو استعراض القوة بين الطرفين، يعني كل طرف يستعرض، يعني يعطيه فرصة لأن يستعرض قوته على المستوى العسكري. هكذا خلافات فيها ترحيل لأزمات الإدارة الداخلية. نحن نعلم أن اليمن بشماله وجنوبه هناك إدارة، هناك أزمات إدارة معيشية، وبالتالي انفجار هكذا يعني أزمات ربما يساعد على ترحيل هذه هذه الأزمات. أيضا في تقديري أن إقدام الحوثيين على هكذا عمل عسكري يلجم على عبد الله صالح ربما يكون فيه رسالة إلى حلفائه المحتملين في الخارج. نحن نعلم أن هناك دول إقليمية في التحالف ربما تسعى إلى إعادة إنتاج علي عبد الله صالح كقوة سياسية، ليس بشخصه وإنما ككيان سياسي وكيان عسكري، من أجل أن يسكن ربما في المرحلة القادمة في النظام السياسي في اليمن. وبالتالي ربما يريد الحوثيون أن يبعثوا برسالة إلى هذه القوى الإقليمية بأن نحن المهيمنون، نحن المسيطرون، وما علي عبد الله صالح إلا رقم يعني تحت سيطرتنا وتحت هيمنتنا. هكذا أرى يعني ما يجري اليوم في صنعاء. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، في البيان أيضا، في بيان المؤتمر وهي نقطة مهمة أيضا، تحدث على أنه
لقد استمر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في التغاضي عن كل الاقتحامات والتصرفات التي يتم ارتكابها ضد مؤسسات الدولة كونها مؤسسات عامة ملك للوطن والشعب وليست مؤسسات خاصة به، وهذا الأمر منذ 2011 تم. هذا النص تحديدا في سياق ما يجري في اليمن بشكل عام كيف يقرأ؟ يعني يقرأ كما قلت من هو ظهر شكل من أشكال الضعف، لو كان بيد علي عبد الله صالح وفريقه القدرة على أن يمنع الحوثيين من السيطرة على المؤسسات، نعرف أن معظم هذه المؤسسات أو كل هذه المؤسسات على الأقل إلى 2011 كانت هي مؤسسات معظم القائمين عليها هم أعضاء في المؤتمر الشعبي، وبالتالي أي إضعاف لهذه المؤسسات هو إضعاف للمؤتمر الشعبي. ولو كان المؤتمر الشعبي وعلي عبد الله صالح قادرين على أن يمنعوا الحوثيين من السيطرة على هذه المؤسسات في 2014، منذ 2014 لعم لفعلوا ذلك، ولكنهم لأنهم لم يكونوا قادرين ولم يكونوا راغبين وربما لم يكونوا أيضا جاهزين لمثل هذا العمل استسلموا، وهذا البيان هو بيؤكد حالة الاستسلام لديهم بأنهم استسلموا وبأنهم تركوا الحوثي يسيطر على مؤسسات الدولة. ليس المسألة هنا كما قد يعتقد بأنه تواطؤ أو رغبة من علي عبد الله صالح بأن يسيطر الحوثيين على هذه المؤسسات. هذه المؤسسات كما ذكرت المؤسسات علي عبد الله صالح نفوذه في هذه المؤسسات، وبالتالي هو لا يمكن المنطق يقول بأنه لن يسمح أو لم يكن ليسمح للحوثيين بأن يسيطروا على مؤسسات هو يسيطر عليها أو لا زال يمتلك نفوذ فيها، وبالتالي سيطرة الحوثيين على هذه المؤسسات يحرمه من هذه المؤسسات كما هو حاصل الآن. الأمن السياسي، الأمن القومي التي هي كانت من القلاع الرئيسية لعلي عبد الله صالح أصبحت تدار من قبل الحوثيين، وأصبح أنصار علي عبد الله صالح ضحايا لهذه المؤسسات. تعتقل هذه المؤسسات تقوم باعتقالات لأشخاص محسوبين على علي عبد الله صالح، وهذا يأتي في نفس السياق الذي ذكرناه وهو سياق السيطرة الشاملة الكاملة للحوثيين على مؤسسات الدولة. إذن أشكرك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من تعز، دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. لكن قبل أن أنتقل إليه أعود إلى الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، يعني في سياق المشهد الإقليمي أيضا وأنا أركز على ذلك باعتبارك مراقب لهذا المشهد بشكل مكثف، هناك يعني من يقول على أن الأوراق الخارجية تؤثر كثيرا، لكن بالنسبة لدلالة التوقيت لهذه الحادثة، علي عبد الله صالح قبل أيام نشر وثيقة اعتبرها يعني تتحدث، كانت الوثيقة تتحدث عن علاقة ما بين الملك فيصل أو الرسالة للملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي جونسون في ذلك الوقت، وفيها الكثير من الكلام حول دور السعودية ودور بقية الدول العربية وسياق ذلك مع العلاقة مع أمريكا. هل ذلك يشير بشكل أو بآخر إلى أن صالح أيضا يحاول اللعب على ما بقي لديه من أوراق استخباراتية أو أرشيف لديه؟ نعم، علي عبد الله صالح رجل يعني مارس السياسة لأكثر من 3 عقود، وهو يعلم المعادلات الإقليمية ويتابع يعني موازين القوى، ويعتبر نفسه لا يزال رقما صعبا في المعادلة اليمنية، وبالتالي هو يحاول أن يلعب على هذه التناقضات ويحاول أن يؤسس لنفسه موقعا في النظام السياسي القادم في اليمن. فالتوقيت نعم بالتأكيد هو توقيت مهم، ولكن كما أشرت قبل قليل يبدو أن علي عبد الصالح قد تلقى إشارات من بعض اللاعبين الإقليميين الشركاء في التحالف، يعني أقول أن نظامه أن كيانه وليس علي عبد الله صالح بشخصه يمكن أن يكون له موقع في النظام السياسي القادم، وبالتالي الرجل يتحرك هذه الرؤية، وبالتالي هو يلعب على هذه التناقضات. علي عبد الله صالح ليس من يعني ذلك النوع من السياسيين الذي يمكن أن يستسلم، ويعني مسيرته السياسية عبر أكثر من 3 عقود تشهد بهذا. الحوثيون أيضا يدركون أن علي عبد الصالح صحيح ليس هو الرقم الأصعب الآن في معادلة السلطة، هم لا زالوا يسيطرون سياسيا وميدانيا، ولكن لا يزال علي عبد الصالح هو فاعلة
شمال اليمن، وبالتالي لا يمكن التخلص منه إلا بأكلاف باهظة ليس من مصلحة الحوثيين دفعها في هذه المرحلة. وكما أشرت آنفا أن يعني اللاعب الإيراني لا يمكن أن يعطي الضوء الأخضر للحوثيين للتخلص من علي عبد الله صالح، وفتح جبهة ربما تؤدي إلى تصدع يعني الجبهة اليمنية وتدخل إيران في إشكالات. إذن أنا ما زلت أرى أن هذه الخلافات صحيح أنها خلافات على مستوى رفيع، وأنها خلافات يعني تعبر عن حالة البغضاء وحالة الاستراق بين الطرفين، ولكن تحالف الضرورة بالنظر إلى ميزان القوى القائم، بالنظر إلى المعطيات الاستراتيجية القائمة على الأرض، تحالف الضرورة لا يزال قائما، وبالتالي أستبعد أن يعني يقدم الحوثيين على التخلص من علي عبد الله صالح تخلصا تاما. وستشهد الأيام القادمة فيما أحسب يعني جولات من التفاوض لاحتواء هذا الخلاف، ويعني سينام قليلا ثم ينفجر بعد ذلك نتيجة ظروف معينة، ولكن لا يزال الوقت مبكرا للطرفين لفك هذا التحالف والدخول في يعني صراع صفي يقضي كل منهما على الآخر. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. أرحب مرة أخرى بدكتور فيصل الحذيفي، أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالإخوة المستمعين والمشاهدين، حياكم الله دكتور. إذن يعني في سياق ما يجري في صنعاء، الحكومة الشرعية لديها الكثير من المشاكل لكنها تراقب ما يجري في صنعاء، كيف يمكن أن تستفيد من ذلك دكتور فيصل؟ هناك موقف واضح للعيان من الحكومة الشرعية، وهي المراهنة على إسقاط صنعاء من خلال الصراع القائم بين طرفي الانقلاب، وهذا رهان غير مضمون، لأنه الطرف الانقلابي يلعب على هذه الورقة بشكل أيضا يعزز من وجوده الداخلي ومن جبهاته القتالية. والاستمرار حول هذا الرهان من قبل الحكومة الشرعية رهان خاطئ، ينبغي أن يكون هناك تحريك للجبهات بجميعها بحيث يصبح هناك ضغط قوي يدفع بالعملية العسكرية نحو الحسم، وبالتالي إضعاف الطرف الانقلابي إلى الدرجة المعقولة لإخضاعهم للقرار 22/16 وإلى الدستور والقانون باعتبارهم خارجين عن هذه اللوائح والقوانين. طيب يعني قبل أيام أو قبل يومين كان هناك اجتماع للرباعية الدولية، كان وبالإضافة إلى سلطنة عمان، وكان هناك حديث متكرر ومؤكد على الوضع الإنساني في البلاد. هل يمكن القول الآن أن يعني في خضم ما يجري في صنعاء أن هناك تهديدات أكبر على مستوى المدنيين وهناك مخاوف حقيقية بخصوصهم في حال ما إذا حدث صراع مسلح ما بين شريكي الانقلاب؟ الوضع الإنساني في صنعاء أو في عموم اليمن هو متدهور ويزداد سوءا يوما بعد يوم، بغض النظر عن أن حدث صراع أو لم يحدث صراع بينهما. الوضع الاجتماعي في صنعاء ينحدر نحو الهاوية بسرعة شديدة جدا، ولا يلتفت إليه من سلطة الأمر الواقع طرف الانقلاب، ولا يلتفت إليه من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على المستوى اليمني. الإغاثة ليست محرزة، يعني الإغاثة شبه منعدمة، يعني الناس يعيشون حالة من البؤس ومن التدهور نحو الفقر والمجاعة، إنهم فقط يلمعون هذا الأداء من الإغاثة الكاذب، يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا في هذا المجال. لكن إذا ما حدث الصراع الوضع سيزداد، سينعكس على مستوى الضحايا، يعني ستكون الضحايا من مسألة الجوع والفقر والتدهور الإنساني إلى القتل إلى الإعاقة إلى الجرحى، يعني سيحدث هناك ضحايا من نوع مختلف في صنعاء تشهده مناطق أخرى كالبيضاء والجوف ومارب وتعز في مناطق المواجهات تشهد هذه المآسي الشاملة، يعني إنساني إلى جانب ضحايا. صنعاء ما زالت بعيدة عن هذه المآسي المؤلمة وهي القتل والضحايا، ولكن إذا ما حدث الصراع ستنتقل صنعاء إلى نفس المربع الذي تعيشه كثير من المحافظات التي يحصل فيها مواجهات. نعم. طيب بسؤال أخير دكتور، يعني بيان وزارة الداخلية المنسوب
بيان المنسوب لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلابيين، تحدث عن ضبط الكثير أو العثور على الكثير من الأسلحة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بداخل الجامعة الصالح. هل هذا يشير إلى نوع من محاولة أكبر لأخذ ما لدى المخلوع صالح لصالح الحوثيين؟ طبعا كلا الطرفين أصدر بيانا حول طبيعة الصراع، وكلا البيانين يوضحان أن هناك صراع تقاسم على المغانم، الاستفراد في المغانم والاستفراد بالحديث باسم الدولة والقانون، وكلاهما فعلهما خارج الدولة في القانون، إنما الانقلاب قام لإسقاط الدولة في القانون. يعني نسعنا أن نقيم هذا الصراع لأنه صراع استحواذ لطرف واحد على حساب الطرف الآخر. الحوثيون يريدون أن يكملوا الابتلاع لما وهبهم صالح من معسكرات ومخازن وأسلحة، ولديه بعض الأشياء الخاصة التي وضعها لنفسه لحماية ذاته أو لمخطط آخر، لما في ذلك العودة إلى المشهد للتخلص من الحوثيين إن وجد ضامنا محليا أو ضامنا أقليميا أو دوليا، وكلاهما يريد أن يبتلع الآخر. ولكن وجود سلطة شرعية أو جيش وطني يضغط باتجاه استعادة الدولة يجعل هذين الطرفين يتفقان أكثر مما يختلفان. وأعتقد لو خلى لهم الجو لا تحارب من الشهر الثاني من الانقلاب، ولكن مع وجود الجيش الوطني الضاغط والذي يستعيد الجغرافيا شبرا شبرا ويستعيد السلطة والمؤسسات ببطء شديد، ولكنه ذاهب إلى الاستكمال مهما طالت التضحيات، وهذا هو الذي يجعل طرف الانقلاب لا يحسنان النزاع بينهما. النزاع سيظل بهذا الشكل أمدا بعيدا دون حسم ما دام هناك طرف آخر يخشونه للإطاحة بهن. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي، كنت معنا عبر الهاتف انتعز، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل محمد نبيل معد هذه الحلقة وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.